أهلا بكم. في الوقت الذي اقترب فيه سعر الغاز الطبيعي في أوروبا من أعلى مستوياته التاريخية، تخوض القارة سباقا مع الزمن لتنويع إمداداتها وملء خزاناتها قبل حلول الشتاء، تفاديا لنقص متوقع أن يتفاقم مع زيادة الطلب. وفي واحدة من أحدث العلامات على تصاعد أزمة الطاقة في المنطقة، اضطرت المرافق الأوروبية على استخدام الاحتياطي الذي تم تخصيصه عادة للاستهلاك خلال ذروة موسم الشتاء، حيث أظهرت البيانات انخفاض مستويات التخزين هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ منتصف إبريل، وهو الوقت الذي يبدأ فيه التجار عادة تعبئة المرافق. خطر حدوث نقص في الغاز في الشتاء المقبل أصبح أكثر وضوحاً منذ أن خفضت شركة الطاقة الروسية غاز بروم شحناتها بشكل كبير، ويطال ذلك خصوصاً ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية، ومع إصرار الدول الغربية على مواصلة فرض العقوبات على موسكو، حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال أن يوقف الرئيس الروسي ضخ الغاز تماماً إلى أوروبا خلال شهور. أتسعى الدول الأوروبية إلى تقليل اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي من روسيا، لكن هذا الهدف يظل من الصعوبة بإمكان تحقيقه، حيث لا زال الجانب الروسي يوفر حوالي 40% من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي، التي تصل إلى نحو 6.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام ووقود الديزل. ويمثل اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز من خارج القارة مثل روسيا والولايات المتحدة نقطة ضعف رئيسية بالنسبة لها، ويجعل القارة أمام خيارين فقط لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إما من خلال خطوط الأنابيب وهي أقل تكلفة ولكن في أيدي المصدرين، والطريقة الثانية هي شراء مكثفات البضائع على متن السفن، مما يوفر لأوروبا المزيد من الموارد المتنوعة لشراء الغاز ولكن بتكلفة أعلى. وفي السنوات الأخيرة حاولت معظم الدول الأوروبية خفض اعتمادها على الغاز الروسي، لكن الأزمة في أوكرانيا قد تؤدي إلى قطع إمدادات الغاز كرد روسي على العقوبات الغربية، أو قد تؤدي العملية العسكرية في أوكرانيا إلى إتلاف طرق الإمداد، حيث يصل 52 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا عبر أوكرانيا أو الطرق المجاورة لها. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأحدث تبعات أزمة الغاز في القارة الأوروبية. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.